السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشرح ازاي نربط الجهاز ده او البرنامج بتاعك لبروسيسور، للبروسيسور وليس بقى الهارد. ممكن بقى يقعد معاك كتير، يعني البروسيسور لو اتحرق كده البرنامج مش هيشتغل، لازم اعادة تفعيل مرة اخرى. وان شاء الله في نهاية يعني رابط البرنامج، رابط المثال ده هتلاقيه تحت اسفل الفيديو ان شاء الله، يعني باذن الله بدون مقاطعة. هخش هنا على كرييت ونستخدم نموذج، نستخدم نموذج جديد، وهنحط هنا على النموذج هنا تكست بوكس صفر صفر، وهنقول عند الفتح او عند الاون اوبن هنضيف الكود ده. ده هو ده، هناخده كده نسخ ونحاول كده ايه نعلق عليه او نتكلم فيه شوية. بص احنا ايه، انا ما بشرحش اكواد، انا ما بعرفش اكواد، انا باخدها نسخ وبحطها. تعالى بس بقول لك هنا ايه، اعلام تغير التخزين اسم المعالج ديم ستار بروسيسور، يعني افتح البروسيسور از سترينج يعني في النص. بعد كده الحصول على اسم المعالج مش عارف ايه كده، بعد كده ستار بروسيسور بيساوي كذا وكذا وكذا، ماشي. بعد كده مي دوت تكست صفر، شوف التكست اللي عندك اسمه ايه اللي هيظهر فيه البروسيسور، ماشي بهذا الشكل. انا هديك المثال تحمله بس، هل عشان انا بقى ما عنديش وقت افحص الكلام ده. انا بس اهي ادي البروسيسور الاول، اهو ده رقم البروسيسور اهو بتاع الجهاز اللي عندي. بص يا سيدي انا هديك مثال بحمله، هل اللي عندك زي ده؟ ما هو اللي عندك زي ده وزي غيرك يبقى ملهاش لازمه. معلش اطلب منك بس طلب بسيط، بس هتاخد بس دي كده نسخه كوبي وحطها في التعليق في الفيديو، في الفيديو ده عايزين نعرف انت عندك مكتوب ايه وعند غيرك ايه، عشان كلنا نستفاد. عشان لو كله بيساوي نفس الكلمه دي يبقى ملهاش لازمه، ولا انت شايف ايه؟ فاطلب بس الطلب ده، معلش انا اسف يعني. شوف اللي عندك مكتوب ايه وحطها في التعليق في داخل الفيديو دوت، عشان كلنا نعرف نختبر هذا الكود صح ولا مش صح، ماشي؟ ملهاش لازمه. هل الكلام ده هيتغير عندك؟ ده عندي. هل هيتغير عندك؟ هل هيتغير عند صاحبك؟ عشان نتاكد فعلا هو بيقرا البروسيسور. هو كاتب لي هنا انتل 64 مش عارف ايه فاميلي. طب تعالى شوف البروسيسور عندنا ايه، اهو البروسيسور اهو انتل ار كوري، جاب لي هنا اي 3 مش عارف ايه. طب ما الكلام ده ما جابوش، مش عارف ايه زد اتش ما جابش كلام، جاب حاجات معينه، جاب كلمه انتل وجاب 64 تمام. فانت شوف الدنيا كده ايه، لو الكود ده هيناسبك. انا جاب لي كلمه فاميلي، الفاميلي دي مش موجوده هنا في البتاع، وجاب لي الكلمه دي غريبه تمام. بس انا جاب لي 64 دي تقريبا، ال 64 دي اللي هو نسخه الويندوز بقى ولا ايه مش فاهم. فانت جرب وشوف الرقم اللي هيظهر ده، هل رقم الكلام ده هيتغير؟ لو اتغير من كل جهاز، يعني كل جهاز التاني مختلف عن التاني، تقدر تربط البرنامج بتاعك على جهاز العميل بنفس الكلام ده، يقدر البرنامج ما يشتغلش في مكان اخر الا عند العميل، تمام كده. طبعا عارف انت تعملها ازاي القصه دي، بس حمل بقى الايه المثال ده الرب بتاع اصل. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.